مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، وانا جد سعيده اليوم انني كنتواجد مع الفنان الكبير عبد المجيد مشفق، وكاين يعني المناسبه الفرحه ديال اللقاء والفرحه كذلك على الحمد لله عوده هذه الاحتفالات وعوده هذه الملتقيات ان شاء الله. الحمد لله كذلك يعني حفل توقيع البوم مجموعه السهام تعيش بلادي. السي عبد المجيد مشفق الغني عن التعريف يعني من مؤسسي ومؤسس مجموعه السهام، اهلا بك ومرحبا بنا في هذه الفرحه وهذا الحفل. مرحبا بنا على منصه تشوف تي في في هذا اللقاء المباشر الذي نحتفي به جميعا بهذه الخرجه الفنيه بعد غياب دام سنتين باطلاله عبر البوم جديد يحمل عنوان تعيش بلادي، ومعها كذلك اربع قطع اخرى متنوعه. مجموعه السهام كانت طموحه بان تظهر قبل هذا الغياب، ولكن لظروف الجائحة غبنا كما غابت عدة أمور، وحنا الآن نستبشر خيرا وعلينا أن نكون في المستوى لكي نبقى ولكي تفتح جميع الأبواب ليعود تعود الأمور كما قلنا في 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 أغنية كورونا، ونرجعوا كي كنا بغينا نرجعوا كي كنا، وإن شاء الله غنرجعوا كي كنا بإذن الله تعالى. وقبل ما نتكلموا على الألبوم وعلى الجديد وعلى الأغاني تبارك الله، نرجعوا شوية عودة بالذاكرة لنهاية السبعينات وبدايات مجموعة السهام. نتكلموا على هذه الحقبة، نتكلموا على الحي المحمدي، النشأة والمولد. أي الحي المحمدي لأنه هو ديما كتكلم عليه في أي لقاء طبيعة الحال، لأن الحي المحمدي هو البيت الولود، هو الأم التي أعطت الكثير، أعطت الفنانين والمبدعين، هو البيت ديال النضال وديال الإبداع ديال الرياضة. الحي المحمدي اللي حقوه علينا كثير كما قلت في الأغنية. بدايتنا بالحي المحمدي بداية كانت من جبة ولا من معطف نغيوان، من معطف المشاهب، من دعم وبدعم من المراني الشريف الله يرحمه وحسن فلان والوالد والعائلة، والحي المحمدي الذي رعانا وأعطانا الكثير لكي نبدع ولكي نعطي. والحي المحمدي راه الحي المحمدي دائما الحمد لله غادي يبقى في الصدارة، غادي يبقى هو داك المغرب الصغير الذي لما جميع الأطياف المغربية التي جاءت للحي المحمدي من الاشتغال وأعطتنا هذه القوة وهذه البدرة وهذا العطاء فن وإبداع ورياضة. وكنتم مجموعات يعني كتغنيوا القضية يعني الظاهرة الغيوانية، يعني اللي ولدت مجموعة ديال المجموعات كانت القضية، وكانت أغنية هادفة وكتعبر على المشاكل والمعاناة في هذاك الوقت، يعني كان هذا هو الأساس عندكم. طبعا الحالين التميز للمجموعات وجاء من خلال يعني انغماسها ودخولها ومعايشتها لآلام المواطن ولعيشه معه في آلامه وأحلامه. غنت للعامل للفلاح، غنت للطالب، غنت للقضية العربية، غنت للقضية لأنها منبعثة من حي شعب، لأن خروج المجموعات من 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 من, من رحم الحياة الاجتماعية البسيطة والذي أعطانا هذه الفورة وأعطانا هذا الإشعاع للمجموعات لا وطنيا بل عربيا وعالميا. والصدق حتى في التعبير، الصدق المعلوم كان كلام صادق، لأن المجموعات هي جاءت من الصدق إلى الصدق وأعطت الصدق من أجل الصدق، والصدق هو الذي خلاها تعيش، أعطاها الحياة من أجل أن تعيش. ومجموعة السهام مثلها مثل سائر المجموعات يعني غادروها أشخاص، التحقوا بها أشخاص، جات فترات ديال توقفوا شوية حياو، يعني هكذا الحياة، لأن الاستمرارية هكذا الطويلة لا يمكن، لأن هناك ظروف في الحياة غادروها أشخاص وبقي أشخاص، رحل عنها سعيد حالفي رفقة المراني الشريف إلى الديار الفلسطينية للاشتغال، وبقي سعيد هناك، والآن هو له فرقة أخرى هي ملاك لا زال يشتغل بها. غادره الحليف إبراهيم لظروف خاصة، غاب عنها الراحل الصادق مصطفى لأنه توفي رحمه الله، ولكن لا زالت الاستمرارية، لا زلنا نحمل على ثقلنا هذا الهم الذي هو هم العمل من أجل الناس، التغني بهموم الناس، أن نعيش معهم أحلامهم وأن نعيش معهم وأن نعطيهم ما لم يقدر الآخر أن يعطي، لأن العمل المجموعات هو عمل زاخر وعمل غني وعمل معطي وفيه كل شيء، فيه المغرب في كل تجلياته. نعم، أستاذ عبد المجيد يعني ظل
عميد المجموعة يعني شاد شاد العصا. ولا بد لأن لابد لكل سفينة من ربان، وعلى أن ربان أن يكون يتحلى بالصبر يعني بالصدق في التعامل، لا بالمحاباة ولا بكذا، أن يكون صادقا ويتعامل بصدق، وأن يكون ربانا يعني يستحق أن يكون ربان في 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 في, في جميع التجليات، لا في الفن ولا في الشخصية، لا في جميع، يكون صبورا كذلك. الربان يجب أن يكون صبور، يكون تكون في كل الصفات التي تكون في الأب والأم داخل الأسرة. لا وفعلا يعني، والجميل في حاملي الأغنية الهادفة بعيدين كل البعد عن الربح المادي، يعني ربما كتعطيو من الجيوب ديالكم باش توصلوا، غير توصلوا واحد المعاناة أو توصلوا واحد. صحيح صحيح صحيح، يا ريت كل شيء كان، لأن منذ البداية ونحن نعتمد على، لأن ديك الشوكة كما تنقولها في المغرب، الشوكة اللي كتخليك تحمل الهم وتبغي تعطي وتقاوم من أجل البقاء، لأن المادة تذهب وتتلاشى، ويبقى الصدق ويبقى المعاناة اللي هي الصراحة، لأن المعاناة هي اللي كتعطينا حتى الإبداع، يأتي من المعاناة، حتى الإبداع الصحيح يأتي من المعاناة. وحنا لولا المعاناة والصبر وسميتو ما نقدرش نستمروا، ولا بقينا مشينا في حب المال غنعاود نسجلوا كل 3 أيام 4 أيام غادي نسجلوا، لأننا بزاف الأمور اللي يمكن تكون عائق وتكون سبب في انشطار المجموعة، ولكن الحمد لله الصبر والثبات والتغاضي وبزاف الأمور اللي خلينا نصبروا من أجل الاستمرار، حبا في هذا الشيء، حبا فيه. ونتمنى لكم أكيد الاستمرار وأكيد مستمرين. واللي ما عرفش الجمهور كي اللي عرف هكا، هي أن الاسم المجدية مجموعة السهام راه كان الفنان اللي كان نوجه له التحية حسن فلان، يعني هو الذي أعطانا اسم، كنا أعطينا بزاف الأسماء، جيل كذا جيل كذا، ولكن هو وضع السهام وبقيت السهام، والسهام بقيت ملتصقة بأعمالها وبفنها وبما أعطته، ملتصقة بأهلها الذين ناضوا من أجلها، ومنهم حسن فلان، المغني الشريف، الحاج محمد مشفق، العائلة الفنية السهامية، الجمهور ديالي اللي بقى اللي عطاها كل هذا الزخم من أجل أن تستمر. وندوز الجديد ديالكم أستاذ عبد المجيد مشفق، اللي دائما كنقولوا هي يعني المجموعات بما في ذلك مجموعة السهام أو لا المشاهد أو سائر المجموعات، يعني دائما هي مجموعات القضية، تعيش بلادي أيام كورونا، الحي المحمدي، حكاية البنيات باسم النضال، يعني غير من العناوين راه كتبان أن طبيعة الحال، لأن ما يعرف على مجموعة السهام طيلة 42 سنة هي مجموعة القضية ومجموعة الموضوع، مناقشة الموضوع، لأن لابد لنا في كل ألبوم أن يكون عدة مواضيع من زوايا مختلفة، وتكون واضحة، وتكون فيها واحد النوع من التوزيع ومن من 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 الموسيقى ما يجعلها تصل إلى الناس، مع الأسلوب جميل وأسلوب اللي لا يخدش الحياة، ولكن أسلوب قوي لكي يعطينا الرمزية في الكلمة والرمزية في العطاء والرمزية في اللحن، وهذا هو هذه قوة مجموعة السهام. نعتبر الكلمات تعيش بلادي، يا أم الكبير والصغير فضلك علينا كتير، بغيتك غير تكوني بخير يا بلادي، انت يا ديما عاليا نفتخر بيك، ونقول أنا يا مغربي بلاد التاريخ والنضال، من طنجة القويرة بلادي، عزري يا أم رجال انت في الأمان والحدادات محضية، سهول ويديان وتربة مسقية، فوق حب الرمل الراية مغربية، خرجت القافلة من طنجة، وصلت الجبال أكادير، في الداخلة كانت الحجة، وزيد يا سيدي زيد، غير ركب وزيد وزيد للقرقارات، وفي الصحراء في الصحراء ضلوبات المغربية اللي ولدات، وزيد يا سيدي زيد، غير ركب وزيد يا بلادي، يا أم الكبير والصغير فضلك علينا كثير، بغيتك غير تكوني بخير يا بلادي. كلمات جميلة صاحب الكلمات، هي بطبيعة الحال، ولكن كتبقى دائما السهام، السهام هي الحاملة لكل شيء هذا الشيء، وغير الكلمة تكون نابعة من الأعماق وكتوصل للأعماق، كلمة صادقة، والحمد لله الصدق هو الذي ظهر في عمل مجموعة السهام منذ البداية إلى الآن. شحال استغرق لكم الألبوم تقريبا؟ استغرق واحد تقريبا سنة ونصف، لأن الجائحة هي اللي خلتنا توقفت، بعد ما كنا وجدنا أعمال أخرى، ولكن المستجدات الوطنية وكذا أوحت لنا بين ندخلوا في عمل آخر اللي هو منه تعيش بلادي، كدرع من الدروع المغربية في 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 الدفاع عن القضية الوطنية، خصوصا في قضية القرقارات، في قضية مواجهة المغرب مع بلدان أوروبا الآن، وفي القوة ديالو، حنا بغينا نكونوا كذلك، عندنا واحد المكانة ديالنا في هذا النضال وفي الدفاع من أجل المغرب. وجدنا كذلك الكورونا اللي هي الحدث اللي هي حدث الساعة، وحكاية البنيات، مواقع البنيات في طنجة، غرقة معامل طنجة،
كذلك باسم النضال ونحن على أبواب مستحقة ونحن على أبواب استحقاقات انتخابية. ما هو النضال؟ يجب أن النضال يكون من أجل البلاد والجيال، ما يكونش النضال من أجل مصاري أخرى. بغينا النضال يكون نضال حقيقي من أجل أن يستمر المغرب وأن يعيش عاليا مرفوع الرأس. تبارك الله عليك سي عبد المجيد مشفق، صراحة ما سخيتش بالحوار معك. نخلي الكلمة للجمهور منك، للجمهور كلمة بغيتيها تقولها للجمهور بهذه المناسبة ديال إصدار ألبوم جديد. نتمنى من الجمهور الكريم أن نكون عند حسن ظني، مجموعة سيامي في خدمة الوطن، في خدمة المغرب، كل القضايا الإنسانية والاجتماعية. نتمنى أن نبقى أوفياء وأن يمتعنا الله بالصحة والعافية أن نلتقي بكم. تحية لكل المجموعات الغنائية المغربية من الغيوان إلى آخر المجموعات، وتحية إلى الظاهرة أينما كانت، وتحية لكل الذين ساندونا ومدوا لنا يد العون وحملونا في قلوبهم طيلة هذه 42 سنة. شكرا لكم من أعماق القلب، شكرا لكم من أعماق القلب، شكرا لكم جزيلا. شكرا لك مرة أخرى سي عبد المجيد مشفق، والشكر كذلك موصل لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. وقبل ما نختم أنا أطلب منك بحكم أنني من محبي مجموعة السيام، توقع لي على مع تحية مجموعة السيام وما كرشي كلمة مشاهدينا. ما قليل ندعوكم، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.